يا اهلا وسهلا متابعينا الكرام من وين ما كنتم، معكم جو. يا ليل تونا بادين. ابى اسوي معك ديل. سوي معي ديل. عجيب، ايش عندك؟ موافق ديل بسيط. سمعني. اول شيء شكرا لدعمهم لي وحبهم لتقديمي وطبعا لعودتي ورجعتي في القناة هذه. شوف، انا ما باخذ منك ولا باقدم عرض رو او سماك داون او هذا الملخص. الان كيف اسمع؟ خليني اقولها، تعرف من زمان عنها. ايش تقول؟ ايش يعني؟ ما يفهم. مو وقته. شوف، اعطيني حرب الاسبوع AEW NXT، خليها عندي وانت خذ هذه. الان خذ. لا ممكن، يعني موافق؟ راح أفكر فيها. ما عليك. لا تخليني أقول حتطلع مك 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 مك. نظامك لا ترجع، مو ناقصك. أنا مو ناقصك، ورانا حلقة. دعمكم جدا جدا مهم. خلينا نقول بسم الله ونبدأ. عرض رو هذا الأسبوع قرر أنه يعني يطلعون لنا بحاجة جدا ممتازة الصراحة، عرض جيد، خصوصا إحنا في مشوارنا الأخير تقريبا قبل رسلمانيا باكلاش. الجو هوم الأسبوع الجاي، لكن نقدر نقول أنهم بدوا بداية جيدة بطريقة يعني تخلينا نقول تبشر بالخير. فخلينا نبدأ مع أفضل مباراة من عرض رو لهذا الأسبوع. من أغلب المباريات اللي كانت يعني موجودة في العرض وكانت جيدة الصراحة، إلا أنه يعني لازم نستمر في الكلام على مات ريدل وراندي أورتن اللي لعبوا ضد فريق ألايس وجاكسون رايكر. طبعا اللي صار هو استكمال لتقفيل قصة جاكسون رايكر وألايس مع النو داي وشغلة الطماطم، وقفلوها يعني فكرة الطماطم من جديد على راندي أورتن، وهي اللي يعني سببت الشعلة أنهم يلعبوا ضدهم. فالأمور قاعدة ترتبط أكثر وأكثر بشكل جدا جيد لهذا الفريق اللي هو راندي أورتن ومات ريدل، والبناء الأصح هو البناء الأكبر والأضخم والمفروض يكون في السمر سلام الجاي، واللي هي يعني أكيد حتكون بين الاثنين القمة في هذه الفئة. هم هذول القمة، فريق راندي أورتون ومات ريدل، وطبعا أبطال التاك تيم إيج ستايلز وأوموس. هم هذول الاثنين اللي موجودين فوق على رأس الهرم، وهذول اللي حياخذوهم وياخذوا فرصتهم الكبيرة والضخمة، خصوصا يعني لمات ريدل وراندي أورتون في سمر سلام مع الجمهور والاحتفال الأخير مع راندي أورتون ومات ريدل. فشغل جدا ممتاز الصراحة، جاز لي، عشان كذا اخترناها يعني كأفضل مباراة. الحين هنجي على أفضل فقرة من عرض رو لهذا الأسبوع. هنكمل كلامنا طبعا في فئة التاك تيم، لأنه هذا الأسبوع صراحة يعني حبيت الشغل على فئة التاك تيم. فبرومو الأبطال اللي يعني اللي رجعوا لنا من جديد إيج ستايلز وأوموس مع النو داي كان جدا جدا ممتع لأسباب كثيرة، يعني مو بس عشان إنه قاعدين يشتغلوا على تاك تيم، إلا إنه شفنا يعني كلام وتطور من أوموس، وهذا شيء مرة كويس الصراحة لصالح أوموس. في نفس الوقت حسينا إيج ستايلز يعني قاعد يتفلت وقاعد طينا من الشخصيات اللي كنا نشوفه يعني في أيام عداوته مع جون سينا. فكان برومو جدا ممتاز يدف هذا الفريق أكثر وأكثر، وتقريبا ينهي عداوتهم مع النو داي ويفتح باب لأشياء ثانية لقدام. الشيء الوحيد اللي تمنيته أنه كان مفروض ما يواجهوا نو داي، كان مفروض يواجهوا شيلتون بنجامين وسودريك ألكساندر، عشان من هناك تكون السبب المقنع والأهم بأنهم يتفككوا كفريق، مو قدام لوتشا هاوس بارتي. يعني في طرق مختلفة، بس خلاص قرروا ينهوا عداوة النو داي مع إيج ستايلز وأوموس بشكل جدا كويس، يعني الحمد لله. الحين هنتكلم عن أفضل 3 نجوم من عرض رو لهذا الأسبوع. في المركز الأول سيدريك ألكساندر. طبعا بعد خسارة سيدريك ألكساندر وشيلتون بنجامين من لوتشا هاوس بارتي، هنا سيدريك ألكساندر فصل على شيلتون وعطانا صراحة برومو فيه له عاطفة كثيرة ومشاعر متجهة حول شيلتون بنجامين، ويمدينا نقول كأنها بداية عداوتهم الاثنين، رغم أني أستبعد لأنه شيلتون ما وجه أي تحدي ولا تهديد، بس تعتبر حسنة يعني 50-50. ما ندري سيدريك حيستمر في البناء ولا. في المركز الثاني شارلوت فلير. شارلوت قدمت لنا برومو جدا قوي، ويعني يوضح لنا انها نضجت اكثر كشخصية في الدبليو دبليو اي، واضح مكانتها الصراحة يعني بين الروستر والفئة حقت النساء. برومو كان جدا قوي، حطت نفسها كمنافسة حقيقية بعض الشيء في مباراة التريبل ثريد قدام ريا ريب للبطلة وطبعا اسكا. في المرتبة الثالثة والاخيرة ولدنا منصور.
يعني ما قد شفت صراحة دبيو بهذا الزخم. دبيو كان جدا ممتاز لمنصور ورسميا طلع لعرض رو، ويعتبر يعني خطوة صراحة، يعني إذا ما أنت ما تقشعرت أنا متقشعر بأنها ففي مشكلة. جدا جدا مبسوط، وجدا مبسوط أنهم أنهوا الستريك، رغم أني زعلان لأنه كان ستريك معطي حاجة حلوة لمنصور، إلا أنه نهايتها يعني بداية حاجة جديدة لمنصور. دخلوا تحدى شيمس، واحدة يعني تعتبر من المباريات الجميلة في عرض رو، إلا أنه يعني تدخل همبريتو كاريو يفتح الباب لمنصور أنه يطلب حقه، يعني يطلب حق التعويض على مباراة لقب اليو اس بأنه يواجه أمبريتو الأسبوع الجاي. ممكن يعني بتكون حلوة لو شفناها الأسبوع الجاي. فدبيو مرة مرة حلو، مبروك، ألف مبروك لمنصور، المشجعين منصور الصراحة كلنا مبسوطين، وإن شاء الله يستمر في البناء الضخم، وإن شاء الله نشوفه في مراكز أعلى وأعلى. الحين حنتكلم عن أسوأ حاجة من عرض رو. طبعا ممكن اغلبكم ما يتفق معي، واتوقع الاغلب 90% ممكن ما حد يتفق معي، لكن شخصيا انا ما اشوفها انسب حاجه قاعده تصير في رو، واللي هو يعني قصه بناء مباراه لقب WWE. لا حد يزعل مني، مجرد رايي الشخصي، لكن يعني ان نشوف بابي لاش البطل يلعب قدام برون سترومن، بعدين يلعب قدام درو ماكنتار، بعدين نروح لباك لاش ويلعبوا في مباراه ثلاثيه، too much. فا يعني ما هي ننسب، لكن قاعدين يقدموا بروموهات جدا ممتازة ورافعين من العداوة هذه. وأخيرا إيش افتقدنا من عرض رو لهذا الأسبوع؟ هم اثنين قاعدين نشوفهم أسبوع وراء الثاني وفازوا يعني انتصارات جدا ضخمة قدام درو ماكتاير وبرون سترومن، إلا إنه ما شفناهم هذا الأسبوع، تيبار وميس. خلصنا عرض رو، جاء الوقت اللي نتكلم فيه وندخل فيه على العرض الأزرق، سماك داون. سماك داون هذا الأسبوع فجرة صراحة، واحد من أجمل العروض اللي شفتها سماك داون هذه السنة. كان عرض بهوية الثروباك، يعني لقطات من الزمن وتاريخ سماك داون. الشيء الوحيد اللي استغربت منه اللوجو حق WWE، يعني ما كان له علاقة ولا أي هدف إنه ينحط مع WWE وسماك داون هذا الأسبوع. بس يلا مو مشكلة، ما حندقق على الأشياء ذي، خلينا نبدأ نتكلم عن سماك داون، ورانا كلام كثير، وخلينا نتكلم عن إيش قاعد يسوي أفضل مباراة من عرض سماك داون لهذا الأسبوع. طبعا حيكون شيء غريب بالنسبة لكم، بس بالنسبة لي حبيتها جدا، مباراة تيم بيجي ضد تيم أبولو كروز. طبعا تيم بيجي كان فيه بيجي، ستريت بروفيتس الاثنين، شينسكي ناكامورا، كيفن أوينز. تيم أبولو كروز كان معه سامي زين، بارن كوربن، وطبعا ألفا أكاديمي، غير كوماندا عزيز اللي كان موجود برا. مباراة كانت جدا ممتعة، وقدموها بطريقة ترى جدا كلاسيكية، مرة كلاسيكية زي أيام زمان. البروموهات اللي خلف الكواليس كانت مرة حلوة، وغير إن المباراة طلعت صراحة شوكينج جيدة، استمتعت فيها مرة، وكلهم قدموا مستوى جدا ممتاز. والأهم من هذا كله الفوز حق بارن كوربن، اللي يعني لي بالنسبة لي أشوفه حلو، وفي نفس الوقت بالنسبة لي أشوفه مو حلو بالنسبة لشينسكي ناكامورا. بس حاجة واحدة لازم نتعلمها، إنه الاند اوف دايز الفينشر القاضية حقت بارن كوربن لا تقهر، فشغل جدا جدا ممتاز صراحة، استمتعت في هذه المباراة عشان كذا اخترناها. جاء الوقت نتكلم فيه عن أفضل فقرة من عرض سماك داون لهذا الأسبوع. طبعا القصة الأكبر والأضخم، الترايبل تشيف هيد اوف ذا تيبل رومان رينز. القصة هذا الأسبوع بدأت بافتتاح جدا فخم الصراحة وذكي من بول هيمن، لما دخلوا الحلبة وكلهم اصطفوا كذا كأنه ركيشي وتيم تو كول لما يجوا يرقصوا، وقفوا كذا وقال بول هيمن إنه جاء الوقت إنه نترحم على داني براين، وصار بول هيمن يقلل صوت الجرس بنفسه، يعني ضحكني الصراحة، حتى رومان ما قدر يمسك نفسه، إلا إنها فكرة جدا ذكية. وطبعا مع خروج داني براين اللي يعني موضوع لوحده هذا، إلا إنه رومان رينز قدم لنا التعويض، والتعويض كان عودة جيمي أوسو. طبعا واحدة من أذكى الأشياء اللي سووها أنهم استكمال قصة العائلة ومشكلة العائلة اللي ما هي راضية ولا تعترف برومان رينز، وهذا الذكاء صراحة حتى الآن مدته 9 شهور، يعني تقريبا أو 8 أشهر، شغال بشكل جدا ممتاز. طبعا جيمي أوسو كان جدا مبسوط بالنسبة لعودته، وبرضه جاي أوسو ورومان رينز، لكن سيزارو قاطعهم، وبعدين جاء سيث وهجم على سيزارو ولعبوا مباراتهم، وكانت مباراة جيدة، إلا أنه فيها نقطة جدا حلوة. النقطة هذه أنها بداية انقلاب أو تغير سيث رونز للشخصية المحبوبة، بعد ما وقف جيمي أوسو وجاي أوسو بأنهم يخربوا المباراة، أكبر دليل أنه WWE تبغى تغيره. فما هي مشكلة، لأنه إيش قلنا قبل كم أسبوع؟ البذرة اللي زرعوها ولعت،
كبرت مع ان كلمه سيث رولينز خسر مباراته لسيزار وسيزارو حينافس رومان رينز في الرسلمانيا باكلاش على لقب اليونيفرسال والسبب كان بانه سيث انشغل مع الاوسوس فسيث راح خلف الكواليس وواجه رومان رينز وعاتب رومان رينز ورومان رينز عاتب سيث رولينز والدنيا ولعت بمعنى كلمه بينهم الا انهم كانوا الاثنين على اتفاقيه واحده واللي هو التاريخ حقهم كاصدقاء فهذه يعني دايم 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 نكمل القصه الشغاله في سماك داون رومان رينز استدعى جاي اوسو يعني علم جاي اوسو قال له شوف انا ايش سويت معاك لازم نفس الشيء تسويه مع جيمي اوسو وجيمي اوسو ما عجبه الكلام حق رومان رينز وقال له اسمع لا انت ولا غيرك اللي يغير كلامي فما راح اغير رايي ولا انا اللي اعتبر هذا لك فجيمي سحب نفسه جاي اوسو راح يقنع جيمي جيمي عاتب جاي اوسو قال له ابن الحلال سيبك من رومان هذا قاعد يستغلك ولو انت ما كنت موجود يا جاي رومان ما وصل مواصيل هذه كلها فقاعد يلعب عقد جاي اوسو بس حاجه واحده مهمه قالها جاي اوسو اللي هي انه اي جيمي ترى احنا كعائله يد واحده حنكون متماسكين واقوياء هذا يفتح خط جديد لرومان رينز بعد رسلمانيا باكلاش وقصه جاي اوسو وجيمي اوسو في حال تحالفوا من جديد بانهم يفشلوا بتحقيق القاب التاك تيم وبعدين رومان يقدر يدخل في الصورة ويجيب لهم الألقاب زي نظام المافيا ويرميها لهم ويقول لهم شايفين بدون العائلة ولا حاجة كلنا نوقف مع بعض وهذه الألقاب خلاص مبروك عليكم نرجع القصة من جديد شغل حلو الصراحة رومان يطلع للحلبة يستدعي جيمي أوسو ويحاول يعني خلاص ينهي الأمور مرة واحدة ويعلمه إنه مو كل مرة حتغلط جيمي أوسو يا تعترف الحين يا تشيل عفشك وتوخر فجيمي ما عجبه الكلام وسحب نفسه لكن كان متردد وهو يمشي إلا أن سيزارو جاء ودخل وهجم عليهم في لحظة جدا ممتازة لسيزارو وهذا الكلام كنا نتكلم عنه من أسابيع إنه راح يهتموا في سيزارو وحيطلعوه بشكل جدا قوي مو شرط يفوز بس حيطلع بشكل جدا قوي وهذا اللي صار بعدين جيمي لما كان متردد انه يدخل يساعدهم من الهجوم هذا دخل وجايبه يساعدهم اللي انقلبت عليه الطاولة من سيزارو سيزارو نظف الحلبة وسحب نفسه ورايحين على الجو هوم الاسبوع الجاي وحنشوف كيف وحيكون اخر عرض قبل باكلاش شغل جدا ممتاز الصراحة حتى الآن القصة مولعة رغم انه كان عندنا شوية عتب على الاسبوعين الماضي بالنسبة لسيزارو الا انه هذا افضل اسلوب تستخدم فيه سيزارو ندخل على افضل ثلاث نجوم من عرض سماك داون لهذا الاسبوع هذه المرة عندنا نجمين فقط لأنه صراحة يعني حسينا الوضع توزع بزيادة عن اللزوم لدرجة أنه ما في أسماء ثانية نختارهم لأنه أغلب الأسماء شاركت في المباراة اللي تكلمت عنها فحنختار اثنين أولهم بايلي 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 عظيمة بايلي طلعت وقللت من كل الأساطير اللي أخذوا ألقاب النساء قبل كذا تريش ليتا بلاندر بليز وغيرهم وهذا الشيء الحلو يعني طلعت لنا شخصية مختلفة من بايلي بعدين جات بيانكا وكان كله يعني لبناء المباراة حقتهم في باكلاش وكان برومو جدا ممتاز وبيانكا هجمت على بايلي بعدين بايلي قربت الطاولة عليها وكان شغل جدا جيد يودينا لمباراتهم في المركز الثاني والأخير هذه المرة الأخيرة إن شاء الله لسماك داون ويلكم باك ريجينالد هذا الشغل اللي ابغى اشوفه من ريجينالد كمدير اعمال وكشخص يعني جوا الحلبه الولد قاعد يقدم شغل جدا ممتاز على المايك وقاعد يقدم شخصيه وعنده كاريزما مختلفه الصراحه حتى في مباراته مع تامينو رغم انها ما مباراه الا انه يعني قدم حاجه جدا ممتازه تخليك تتابع المباراه تقول اوكي ايش قاعد يصير فان شاء الله يستمروا على ريجينالد لكن بهذا الاسلوب اللي مخوفني حاليا موضوع انجل جارس ان شاء الله ما يستمر في ذي القصه ويبدا ياخذ المحور الجديد لشخصيته مع درو قولك لفترة والحين مع فقرة أسوأ حاجة من عرض سماك داون لهذا الأسبوع خسارة دولف زيغلر جيدة ومو جيدة جيدة لأنها جات لصالح دومينيك ميستيريو عشان يبنوا الميستيريوز ضد الديرتي دوغز في باكلاش فبسبب أنه البناء جاء بشكل جدا مفاجئ وما في أي وقت تتكلموا عن أسبوع واحد اضطروا أنهم يروحوا مع فوز دومينيك بالشكل هذا إلا لو أنه القصة كانت مبنية على فترة أطول كنا شفنا زيغلر يفوز وكان هذه الأنسب عشان تدخل ديرتي دوغز كأبطال حقيقيين وآخر شيء من حلقتنا اللي هي إيش افتقدنا من عرض سماك داون لهذا الأسبوع طبعا طلعت أخبار كثيرة أنا كنت متخوف لكن يعني صفت النية أليستر بلاك سجل سيجمنت الثالث أو الفصل الثالث عشان يطلع في عرض سماك داون لكن ما طلع وكان المفروض برضو ميا ييم تبدأ ظهورها الأول في سماك داون وما قدرت والأسباب طلعت بأنه الجدول كان جدا مضغوط ومزدحم ما في وقت أنهم يدخلوهم ويصيروا ضايعين بين الحوسة هذه كلها وما تصير في أي قيمة لشغلهم اللي راح يقدموه فأنا ما عندي مشكلة أهم شيء يبنوا بالبناء الحقيقي بعد باكلاش
خلصنا من عرض رو، خلصنا من عرض سماك داون، جاء الوقت اللي أعطيكم فيه المختصر والمفيد. رو هذا الأسبوع ممتع الصراحة، يعني استكملوا على رو اللي كان قبل أسبوع كمان بناء النجوم الجدد وعطوهم يعني مساحتهم، كان في حرية بعض الشيء بأنهم يأخذوا راحتهم بالنتائج بالقصص، فكان شغل جدا ممتاز. أحييهم أنهم استرجلوا شوي وطلعوا لنا حاجة مختلفة عن الأسابيع الماضية، شيء جدا ممتاز. فيعني مبسوط لرو، مبسوط جدا مبسوط. فولو بقيم عرض رو لهذا الأسبوع راح أعطيه 7.5/10. بالنسبة لعرض سماك داون لا غبار عليه الصراحة، هذا أفضل عرض يعني في السنة حتى الآن. القصة كانت جدا ممتازة، غير أنه العرض بشكل عام كان جدا ممتع، واستكمال على كلمة الحرية لاحظتها برضو في سماك داون. بعض النجوم أغلبهم إذا ما كان أغلبهم كانوا ماخذين راحتهم الصراحة، فحسيت في بعض التغير بسيط، ما أدري إذا هو كتجربة ولا بمعنى كلمة. حنشوف أو حنبدأ بتغيير أشياء معينة من ناحية النصوص والأشياء هذه، فشغل جدا جدا رائع من عرض سماك داون هذا الأسبوع، خصوصا أنهم خدموا سيزارو يطلع بشكل جدا قوي كمنافس حقيقي لرومان رينز. فلو بقيم عرض سماك داون لهذا الأسبوع أبعطيه 9.5/10. وصلنا في النهاية، أعطيكم ألف عافية. طبعا حلقة هروج المتابعين حتكون هذا الأسبوع بإذن الله، وبالنسبة لقصة كيفن أوينز ورومان رينز حتنزل، وحنبدأ يعني بالشغل هذا إن شاء الله من بعد العيد لأنه رمضان هنا. فشكرا لكم، يعطيكم ألف عافية. ايش قلت؟ خلاص يا قلق، بفكر فيها حشوف. تمام يعني ما يحتاج؟ ما يحتاج ايش؟ خليني اقولها. تقول ايش؟ شاطر شاطر. شكرا لكم، القاكم ان شاء الله في الحلقة الجاية من هروج المتابعين. كذا اقول لكم الى اللقاء. يلا روح انقلع انت بس من هنا.